عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم مريم حمادة، وهكون متواجدة معاكم من خلال تلفزيون الوطن، وهنقدم مع بعض وصفة حلوة جدا هتنفعنا جدا في رمضان للفطار للسحور، هتمشي في اي وقت، ما حصلش قبل كده، اول مرة تشوفوه حصري عند مريم حمادة وبس. ونقول بسم الله بسم الله. وصفة النهاردة وهي الطعمية، بس بطريقة كده اختراع، مش هنضيف الكرات للطعمية، لا هنعملها بتركية كده وبوصفة جديدة غير الكرات خالص، للناس اللي مش بتحتاج الكرات، او في ناس بتبقى عندها حساسية من الكرات او مش محتاجاها وحابة تاكل الطعمية. النهاردة هخليكي تاكليها بمكون سحري، ونقول بقى بسم الله ونشوف ايه هو المكون السحري. بسم الله. شايفين بقى المكون السحري بتاعنا، وهو الفول طبعا بديل الكرات، وكلنا عارفين ان الطعمية بيتضاف لها اللي هو الفول المدشوش، لكن النهاردة هنضيف لها الفول الحراتي، وده بيبقى شكله طبعا كلنا عارفين شكله، بنحبه اساسا بناكله كده، هو بيتاكل كده لوحده طعمه تحفة. كمان هنضيفه للطعمية هيبقى طعمه خطير جدا. بنفتحه بقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده وبناخده كده. انا معايا هنا زي ما احنا شايفين الفول بقى جاهز معانا، ومعايا عدد واحد بصلايه، ومعايا معلقتين كبار من الدقيق، ومعايا توم، ومعايا معلقه كبيره كمون وكزبره وملح طبعا حسب الرغبه، ومعايا سمسم، ومعايا نص كوبايه من الميه، ومعايا معلقه من البيكنج باودر، ومعايا زيت عشان هنحتاجه بعد كده للقلي. بس كده هي دي المكونات بتاعتنا. اول حاجه خالص معانا الخلاط، وهننزل بالمكونات بتاعتنا في شفشق الخلاط. اول حاجه الفول، وهننزل عليه بالتوابل والثوم والملح اللي هي الكمون والكزبره، وهننزل عليهم بنص كوبايه من الميه. البصلايه دي طبعا هقطعها تقطيع صغيره وهضيفها هنا كمان في الخلاط، وهنضرب الكلام ده كله في بعضه. خلصناه زي ما احنا شايفين وضربناه ضربه كويسه في الخلاط لغايه ما بقى شكله بالطريقه اللي احنا شايفينها دي كده. شايفين القوام عامل ازاي؟ طبعا الفول بيبقى فول حراتي اخضر، بس بيبقى داخله نسبه ميه، ففي الوقت ده بنبتدي نضيف له دقيق عشان يربط المكونات معانا شويه. تمام، هنقلبهم بقى كويس جدا بالطريقه دي، هنخلط الدقيق في قلبهم لغايه ما القوام يتماسك معايا، هيديكي قوام عجينه الطعميه بالظبط. بعد بقى طبعا ما خلطنا الدقيق كويس جدا، هنبتدي نضيف البيكنج باودر بالطريقه دي كده، ونخلطه هو كمان كويس جدا في العجينه بتاعتنا، نتوهه جدا في قلب العجينه.